حتى انا غادي مع جاتني هذه الصدفه ديال عيد الميلاد. الناس اللي تيقولوا بان اللغه الامازيغيه لغه الجبل، اييه لغه الجبل، والدليل هو انا وربما حتى الاصدقاء اللي كاملين. انا تزاديت في الجبل، ماشي حتى في الجبل، في وسط الجبل، جيت الواد ديال واد العبيد اسيف نيس مخاوه، يعني تزاديت تما وما كنتش تنعرف نهائيا شي لغه اخرى من غير تمازيغ. كنت نقرا في الجامع، كنت نمشي تنقرا الحروف وشويه ديال القران في اللوحه، كما في الغالب ديال يعني في الغالب ديال الامازيغ اللي ساكنين في تما، حيت كاين يعني اي بلاصه تلقى فيها شي زاويه، زاويه تما تيكونوا تيقراو القران. داكشي هذا هو كان نيت العربيه. انا ما عرفت الدارجه كاع، ما عرفت حتى انتقلنا لواحد المنطقه اخرى، تعلمت الدارجه العربيه، تعلمت حتى هي في المدرسه. ومع ذلك هذا اللي يقرا مثلا، اللي يقرا اللي جاي من الجبل، اللي تيهضر بواحد اللغه ديال الجبل، راه يقدر يعزر شحال من واحد هنا نيت اللي تزادوا في المدينه. وهذا هو الصنم اللي قلت لكم بغينا نهرسوه، ديال ان اللغه الامازيغيه ارتبطت بالفقر وتميش. بالعكس ملي تنجيو التاريخ ديال المغرب، الفقهاء، اكبر الفقهاء والعلماء والمؤسسين ديال الدول خرجوا من الجبل. يعني هذا شرف انك انت كنتي في الجبل، تزاديتي في الجبل وتولدتي من وكنتي ابن الجبل كما تنقولوا، هذا شرف ماشي معيوره.